الصفحة الرسمية للمهرجان العالمي كشفت عن نفاد تذاكر الإيرلي بيرد لحفل كايروكي المقرر أن هو يقام يوم الجمعة الجاية على مسرح اليو أرينا ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان. الصفحة الرسمية للمهرجان نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الحفل وعلقت لكل محبي كايروكي تذاكر الإيرلي بيرد سولد أوت كلها. مستني إيه؟ إلحق تذكرتك دلوقتي وتعالى نفرد جناحنا ونطير في السماء مع كايروكي يوم الجمعة 23 أغسطس في مهرجان العالمين الجديدة. نتكلم أكتر عن الحفلة وإيه المنتظر منها. معانا الشاعر منتصر حجازي، برحب بيك. والحقيقة فرقة كايروكي ليها جمهور عريض واسع، وكان ليك مشاركة مهمة ومتميزة معاهم في من خلال أغنية كتبتها لهم، وهي أغنية ما توحشنيش. أنا عايز أعرف إزاي بداية تعاملت مع الفنان أمير عيد ومع بقية أعضاء الفرقة، وإزاي عرفت تعمل توليفة زي أغنية ما توحشنيش يعني نالت إعجاب هم وافقوا ان هم كمان يغنوا. مساء الخير. هو الحقيقه انا بعرف امير وكايروكي من بداياتهم، لانه انا بالاساس شاعر اساسي، بدايتي مع بدايه فرقه وسط البلد. كتبت لهم حوالي 40 اغنيه وامير كان من الناس اصحاب هاني اللي عندهم مشروع خاص جديد على الودن، وكان بيتلمس لسه الطريق، ولغايه ما شفنا نجاحاتهم الكبيره الحقيقه كمان يحسب ليهم. هم ازاي بينقوا الاغاني؟ امير بيكتب معظم الاغاني، انما لما بينقي اغاني من شعراء، يعني مثلا كان في مناقشات طويله انه يعني سبب الكتابه حتى الغنوه دي مكتوبه في ايه؟ وبعدين يعمل لحن شبه كايروكي جدا، بس حاله غير كمان اللي الناس متعودة منهم، وهم الحقيقة بيفاجئونا طول الوقت بأنهم بيجددوا. ده حقيقي. طيب التعاون معاهم كان بشكل عام صعب ولا سلس؟ يعني هل هم طلبوا منك تكتب، ولا أنت عرضت عليهم الكلام ومجرد ما قروا الكلام اتفقوا أنه يغنوا الكلمات؟ هو الحقيقة هي كانت قصيدة، أمير لما شافها طلبها مني، قال لي مش مع حد، فقلت له لأ، فابتدى اشتغل عليها وسمعني، والتعامل معاهم الحقيقه كان سلس جدا، لانه في بينا تاريخ طويل سابق معرفه، بنعرف بعض وبنتقابل طول الوقت، لكن ما كانش لينا الحظ ان احنا نتعاون، كانت اول تعاون فما توحشنيش. طيب كمان ليك تجربه تانية مع الفنان حمزه نمره، واللي كتبت له مؤخرا اغنيه استعيذوا. حمزه نمره كانت حفلته يوم الجمعه اللي فاتت في مهرجان العالمين الجديده، وكمان هو فنان ليه طعم ولون مختلف وبيعزف كمان وليه اغاني متميزه، وحفلته كان فيها تفاعل كبير من الجمهور. كلمني عن تعاونك مع حمزه نمره. والله حمزه من الشخصيات الجميله جدا، للاسف احنا تعاوننا بشكل احنا ما تقابلناش يعني وجها لوجه، لكن كان التعاون الاول من خلال انه كان بيدور على كلام جديد، رشحني لي الشاعر حمزه ويفي، وحمزه وحازم ويفي سوري اسف، كان عامل مع حمزه كم كبير من الاغاني. فحمزه من الناس الدؤوبه واللي بتدور، و فعجبته حاجة عندي واتكلمنا فيها، وكان اتجاه لأول مرة لفكرة إنه حمزة ليه ستايل، وبعدين هيخرج بره الستايل ده ويروح للشكل الشعبي شوية، فاختار استعيذوا واشتغلنا عليها بشكل شعبي، والحقيقة لقيت نجاح يعني جيد لدرجة انه كرر التجربة في اكثر من مرة. اشتغلت بيها بشكل شعبي، بمعنى يعني الطريقة اللهجة اللي بتكتب بيها ما تبقاش الكلمات صعبة. الموسيقى نفسها تروح للفلكلور المصري القديم، اقرب للصعيدي، وكانت الغنوة فيها فكرة الوعظ اللي متعودين عليه في غنى. يعني حضرتك كتبت على اللحن ولا الاغنية اتكتبت الاول بعد كده اتلحنت؟ هي كانت قصيدة وابتدينا نشتغل عليها كاغنيه. حضرتك عارفه الفرق، القصيده بتبقى حره طبعا اكتر، فانه نحطها في قوالب ونغير مفردات ونغير اشكال، اشتغلنا عليها اكتر من شهرين.
طيب فكرة مشاركة المطربين المميزين في مهرجان العالمين الجديدة ومهرجان العالمين في دورته الثانية، يمكن قدم عروض مختلفة ومتنوعة من الفن والفنانين، وشفنا عروض كتير، عروض فيها موروثات ثقافية وشعبية وعروض متميزة وكمان فنانين متميزين. شايف ازاي المهرجان السنة دي، خصوصا انك كمان متواجد بكلماتك في كل حفلة ومع مطربين كتير؟ المهرجان السنة دي معمول فيه مجهود هايل يشكر عليه كل القائمين على المهرجان، كمان طيبة قوي انه جزء من الفلوس اللي بتطلع من المهرجان ده هتروح لاخواننا في غزة. فيعني الحقيقة الواحد فخور بالشغل اللي بيحصل ومبسوط انه ده بيحصل على ارض مصرية في توقيت صعب، في منافسات قوية حوالينا، وانه لا احنا بنقول احنا لسه موجودين، لسه عندنا الريادة في الفن، لسه بنعرف نطور ولسه بنعرف نشوف للأحسن. شاعر منتصر حجازي، نتمنى لك التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على الهواء.